رح نبدأ معاكم أخبار الصباح، وخلونا ناخد أول خبر معاكم. يطلق برنامج الرياض آرت ثاني مبادراته المتمثلة في ملتقى تويج الثالث الدولي للنحت، الذي سيقام لمدة 22 يوما خلال المدة 10 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بمشاركة 20 من النحاتين المحترفين من داخل المملكة ومن دول طبعا مختلف دول العالم. مثل ما نحن شايفين اليوم فرصة جدا يعني متوفرة لكل الفنانين والفنانات من داخل المملكة، والجميل في الموضوع أنه نحن قاعدين نستقطب الفنانين حول العالم حتى يشاهدوا الأعمال الفنية السعودية وكيف نحن متميزين في عدة مجالات. ونروح للخبر الآخر، افتتاح سلسلة سباقات إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في العلا. وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز الفيصل: نفخر جميعا باستضافة المملكة لأول سباق إكستريم إي في محافظة العلا التاريخية، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات. من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات خالد بن سلطان الفيصل على أن المملكة أثبتت قدرتها على الاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية. خلونا نشوف هذا الفيديو. السعودية حقيقة يعني شهدت في الآونة الأخيرة استضافات عديدة وكبيرة ومتنوعة، وبالتعاون مع وزارة الرياضة حقيقة صار عندنا خبرة كبيرة في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات، وأثبتنا في السنتين والثلاث سنين الماضية في استضافات الأكبر وأهم السباقات الدولية أنه السعودية قادرة على تنظيم هالبطولات بتميز الحقيقة وبنجاح، وصار عندنا كوننا فريق حقيقة صار عنده خبرة وإمكانية إنه هو يقدر يعني يدير هالفعاليات ويعكس الصورة الحقيقية عن قدرات وإمكانيات المملكة. الرزنام تتحاد، إحنا عندنا تقريبا أكثر من 10 أنواع سباقات، منها دولية ومنها محلية متنوعة، سواء كانت فيها فئات للسيارات الكهربائية أو السيارات المحركات ذات الوقود أو الدراجات، فمتنوعة الأمور هذه. وعندنا كمان حدث المهم والأكبر حيكون في نهاية السنة هو استضافة الفورمولا 1، اللي يعتبر أكبر حدث رياضي تستضيفه المملكة في، وحيكون في محافظة جدة على في منطقة الكورنيش، وإحنا الآن يعني قاعدين نستعد لهذا الحدث لأنه يبغى له تجهيزات كبيرة، والحمد لله الحكومة وفرت لنا كل ما نحتاجه للقيام بتنظيم هذا السباق وعكس الصورة الحقيقية عن إمكانيات المملكة وقدراتها. بالفعل اليوم المملكة العربية السعودية وصلت ل يعني باحترافية عالية وعالمية، وصارت تنافس الدول العالمية في مختلف المجالات، منها أيضا في مجال الرياضة. من محافظة العلا نروح لأم الدنيا اللي وحشتنا ونشوف ناخذ هذا الخبر، حيث أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة دعائية كبرى للترويج لموكب الموميات الملكية الذي انطلق أمس السبت، حيث قامت الوزارة بترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة. وكما أثار اختيار وزارة السياحة المصرية توقيت الغروب لنقل الموميات الملكية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أوضح مدير معمل الموميات بالمتحف الدكتور مصطفى إسماعيل أن تحديد النقل مع آخر ضوء للشمس جاء لتجنب انفجارها، وشهد الموكب احتفالية بثها وسائل احتفاليات بثتها وسائل الإعلام العالمية خلال 50 دقيقة لنقل 18 ملكا وأربعة ملكات. بالفعل الصور اللي نحن شاهدناها والحدث اللي صار في أم الدنيا مصر كان حدث عالمي، والكل شهد على المستوى اللي تم نقل فيه الموميات من متحف إلى متحف آخر.
نروح للخبر الطبي الآخر، حيث كشفت دراسة حديثة أن الإسبرين يقلل خطر الوفاة بسرطان القولون والمستقيم، حيث حلل باحثو للسرطان في لوس أنجلوس بيانات نحو 2500 مصاب في الولايات المتحدة، لتظهر النتائج أن متناولي هذه الحبوب الزهيدة ل15 شهراً كانوا أقل عرضة للإصابة بالورم، إذ تمنع الصفائح الدموية من إنتاج إنزيم يسمح لها بالتكتل والالتصاق بالخلايا السرطانية اللي بتنتشر في جميع أنحاء الجسم. نسأل يعني السلامة للجميع، صحة والعافية. يعني نحن نقول اليوم هذه كانت أخبارنا لصباح يوم الأحد. خليكم معنا حبايبنا، خلونا نطلع فاصل ثم يعني طيب إلين ما نحن نجهز ونطلع فاصل. نحن نعرف أنه أطباء كثيرين بينصحوا دائما عدم تناول الإسبرين لأشخاص بيعانوا من حساسية من أمراض معينة. حتى لما نحن نقرأ هذه الأخبار أو نحن نطلع عليها، لابد يعني استشارة الطبيب وأخذ يعني استشارة الطبيب حول أي دواء نحن بنتناوله. أمس أنا كنت بالصيدلية وكنت طبعا كنت مبسوطة أنه أي دواء ما يتم صرفه إلا عن طريق وصفة طبية، واليوم ما شاء الله عندنا في السعودية حتى في الوصفات الطبية اختلف الموضوع، صارت عن طريق الأونلاين أو ممكن تجيك رسالة عن طريق موقع صحتي وتبدأ تصرف الدواء. وغير أنه صار ما في أبدا أي تساهل اتجاه هذا الموضوع، صرنا نحن نشوف يافطات موجودة أو لوحات موجودة في الصيدليات أنه سواء كان المضاد الحيوي، بعض الأدوية الحساسة مستحيل أنك أنت بتيجي بتقول أنا محتاج مضاد حيوي زي زمان ما كنا الكل كان مستهتر. للأسف الشديد كنا نصرف الأدوية وخاصة المضادات الحيوية، فيعطيهم العافية الجهات المعنية بهذا الموضوع.